الإمارات تبدأ أولى خطوات تقسيم اليمن بنشر هذه الحواجز الحدودية بين الشمال والجنوب، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. بدأت الإمارات تنفيذ أجندتها غير الخافية على أرض الواقع عبر تكليف التشكيلات العسكرية المحلية التابعة لها بالبدء بنشر حواجز حدودية على الخط التشطيري بين شمال اليمن وجنوبه، الناتج عن معاهدة ترسيم الاحتلالين العثماني والبريطاني لحدود ما تحت يديهما عام 1915. وتداولت وسائل إعلام محلية صورا تظهر شروع قوات ما يسمى بألوية العمالقة الجنوبية المنضوية ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي الموالي للإمارات ببناء سياج من أسلاك حديدية شائكة يفصل بين مديرية عين غرب محافظة شبوة ومديرية حريب جنوبية محافظة مأرب. مصادر محلية في مديرية عين أفادت بأن قوات العمالقة شرعت منذ أيام في تركيب السياج الفاصل على امتداد واسع في مديرية عين بشبوة المحاذية لمديرية حريب في مأرب، وذلك بالتزامن مع عودة وحدات العمالقة المنسحبة مع معارك حريب إلى مدينة عتاق المركز الإداري لمحافظة شبوة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإمارات الساعية إلى فصل جنوب اليمن عن شماله وإعلان إنشاء دولة موالية لها في جنوب اليمن من خلال دعم وتبني الفصائل ذات النزعة الانفصالية، ومنها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذراع السياسي والعسكري للإمارات في جنوب اليمن. في هذا سبق أن أعلن قائد ما يسمى قوات دفاع شبوة النخبة الشبوانية سابقا الموالية للإمارات في محافظة شبوة العميد الحارثي إعادة الحدود السابقة بين شطري اليمن قبل مايو 1990 لدى تدشين انتشار قوات اللواء الأول دفاع شبوة، محذرة من تجاوز أو تخطي ما سماه الحدود السيادية للمحافظة.